حضرتك؟ زهرة يا سر علي. زهرة كم يصير عندك انت؟ يعني متزوجين؟ لا لا الاطفال عندك في البيت. خمسة. خمسة. كم ولد كم بنية؟ الولد كلها أربعة. والبنات؟ البنات كلها. زين مستمرين بالدراسة؟ إي ذولا مستمرين. الصف الثالث متوسط 2010. 2010 شو سبب وفاته؟ التهاب الكبد. زين راتب رعاية عندك؟ اي راتب رعاية عندي، هسه راهنت هاني. ليش والله صارت يعني ظروف بالبيت، قلت لك هواي على مود ذولا ذبونا المواد وما عندي يعني للعمال ها العمال هن في ابو البيت. اي زين انت يعني ست عندك خمسة ايتام، انت بالاصل 10 يعني خمسة زوجات. اي انت ما عندك في المشروع هنا قد نقدر نساعدك فيه، مثلا مشروع خياطه، مثلا مشروع فتح حاجه. انا كنت اخبز يعني مهما ساعد بهاي، بس عيوني يعني بعد غير خواص يعني ما اعرف ايش فش. لا والله ما اعرف. زين انت شنو محتاجت؟ اي قلت لك ثلاجه وبس. ايش بيها ثلاجه؟ تعبانه هسه بالشتاء هي يعني ما بيها بروز. زين نقدر نشوف الثلاجه مالتك؟ اي هسه هاي الصاله وغرفتين والمطبخ. هاي ثلاجتك؟ اي. شنو ايش بيها ثلاجتك؟ شو فارغه؟ فارغه الان. لا يعني قصدي شنو متجمد هذه؟ هاي هسه بالشتاء هيك برودتها. بالصيف؟ بالصيف ماكو. هي هاي على حياة يعني زوجي. بعد شنو معتازه انت؟ اولادك عندك واحد كبير؟ اي ذاك متزوج. ها متزوج طالع؟ اطفال اثنين. ان شاء الله خير. شو حالتك؟ ان شاء الله بعد يلا.